وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد حردان نور الحنظل، رئيس الهيئة الإدارية لشركة الحنظل العراقية. سيد حردان، أهلا بك. أحييكم، وبداية أود أن أشكر قناتكم الموقرة على إتاحة هذه الفرصة والإطلالة والتواصل مع مواطنين مدينتنا العزيزة تكريت بشكل خاص ومحافظة صلاح الدين بشكل عام. اليوم كانت هناك زيارة لموقع مشروع بيت الاستثماري في تكريت من قبل النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد ومحافظ صلاح الدين. ما هو انطباعكم عن هذه الزيارة، خصوصا أنكم تعتبرون من أوائل من عمل على تطوير قطاع الاستثمار في المحافظة رغم الصعوبات؟ تعقيبا على زيارة السيد النائب أحمد الجبوري وبرفقة السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر والسيد رئيس هيئة استثمار صلاح الدين المهندس فراس أحمد محمد إلى مشروع بيتي السكني التي تقوم مجموعتنا مجموعة الحنظلة الدولية بتطويره، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد أحمد الجبوري والوفد المرافق معه على هذه الزيارة التي ستعطينا دعما إضافيا في إنجاز وإكمال هذا المجمع السكني المهم في تكريت وبأعلى المواصفات، مع تأمين كل المتطلبات الفنية والاجتماعية التي يجب توفرها في المجمعات العصرية في هذا الوقت. وبهذه المناسبة أود التأكيد أن أهدافنا في جميع مشاريعنا السكنية من ضمنها مشروع بيت السكني هي توفير سكن ملائم ومريح للعائلة العراقية ومتطلباتها من خلال اعتماد تصاميم تؤمن خدمات متميزة لما بعد السكن، كذلك توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، واعتمادنا بشكل أكبر على العمالة من داخل المحافظة، وبذلك يكسب العامل فرصة للعمل وخبرة لكونه يعمل مع شركة رصينة ولديها خبرة. هذا يساعد على إنتاج حركة ملموسة كبيرة في السوق المحلية واقتصاد المحافظة بشكل عام، كما أن عملنا يساهم بتقليص حجم البطالة وتوفير بيئة صحية من خلال المراكز الصحية الموجودة في المجمع، كذلك توفر نظام تعليمي مختلف ومتطور يخدم أبناء المحافظة. وأخيراً وليس آخراً، فإننا نستغل هذه الفرصة لنؤكد بأن مجموعة الحنظلة الدولية عازمة وبشكل جدي على البدء مستقبلاً بتنفيذ مشاريع استثمارية ليس فقط في المجال السكني وإنما في المجال الصناعي والزراعي والتجاري، وعن قريب إن شاء الله نلتقي بقناتكم الموقرة لكي نحدثكم عن هذه المواضيع بالتفاصيل. شكرا لكم. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا السيد وديع نوري الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية. سيد وديع، أهلا بك. أحيي قناتكم الموقرة الشريك الاستراتيجي للترويج عن التنمية المستدامة في مدينة تكريت محافظة صلاح الدين مركز محافظة. سيد وديع، لو سألتك عن انطباعك عن زيارة المسؤولين في المحافظة لمجمع بيت السكني في تكريت، تفضل. اليوم زيارة سجلت نعتبرها تاريخية بالنسبة لنا للنائب الأستاذ أحمد الجبوري، يرافقه محافظ صلاح الدين الأستاذ عمار جبر، ويرافقه السيد رئيس هيئة الاستثمار الأستاذ فراس، وقام مقام المدينة الأستاذ عمر، لما وجدوه في مشروع بيتي السكني العائد إلى مجموعة الحنظلة الدولية في للتطوير السكني. وهذا حقيقة الأمر جعلنا أن نفكر كثيرا في إعادة التنمية في المجالات والقطاعات الأخرى غير التطوير السكني أيضا، ومنها التنمية البشرية. فنحن رواد حقيقيون إلى خلق فرص عمل في كل القطاعات المختلفة، إن كانت زراعة، صناعة، إبداع. وبهذا الصدد أبعث شكر وامتنان لجميع من رعى هذه الزيارة ووقف عليها، وكل التقدير للجميع. سيد وديع الحنظل، رئيس رابطة المصارف العراقية، شكرا جزيلا لك.